بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا اعتاد التجمع، تجمع التضامن الولائي، أن يدعو الأعضاء المشتركين في التجمع إلى دعوة نعرض فيها أهم نشاطات التجمع خلال 3 أشهر الماضية. وبحمد الله تم دعوة الأخوة وكان الحضور جيد ومتميز، وتم عرض أهم الأعمال التي قام بها التجمع خلال هذه الفترة. العمل الأول اللي تم عرضه على الأخوة هو عملية ترميم بيت أيتام، وكان البيت طبعا متهالك لا يسمح للسكن لا في فصل الشتاء ولا في فصل الصيف. في التجمع هناك وحدة أو لجنة ترميم البيوت، تم العمل بهذا البيت وتم ترميم البيت، وخرجت الفرق التابعة لهذه اللجنة، لجنة ترميم البيوت، وبحمد الله تم إكمال البيت وتسليمه إلى العائلة. وكانت كل الجهود التي بذلت لترميم وإكمال هذا البيت هي جهود طوعية، وبلغ عدد المبلغ المصروف لترميم هذا البيت ما يقارب 3 ملايين وتقريبا 3 ملايين وأكثر من ذلك. هذا العرض الأول اللي قمنا بعرضه للأعضاء. ثم بعد ذلك قام التجمع في ترميم مدرسة، من مدرسة كانت طبعا هي مدرسة ثانوية، وهذه المدرسة في منطقة حي الأصدقاء في المنطقة الرابعة. وحقيقة هذه المدرسة كانت تشكي من معاناة وإهمال من قبل التربية التابعة لمحافظة البصرة، وتم التواصل مع إدارة المدرسة والتعاون مع إدارة المدرسة لترميم وتأهيل المدرسة. خرجت الفرق التابعة للتجمع، وهناك لجنة كذلك، كما توجد لجنة لترميم البيوت هناك لجنة لتأهيل المدارس، وتم إن شاء الله تأهيل المدرسة بشكل كامل للصبغ وتأهيل الرحلات وتنظيف الصحيات وتنظيف المدرسة، وكذلك تم إعادة تأهيل الشبابيك، كانت هناك جام تالف ومكسور وتم إعادة تأهيله بحمد الله سبحانه وتعالى. وتم العمل بهذه المدرسة وتم التعاون مع إدارة المدرسة ومتابعة العمل، وما زال التعاون موجود بين التجمع وبين إدارة المدرسة حول الاهتمام بهذه المدرسة. النشاط الثالث اللي قام بالتجمع أن هناك ورشة تابعة للتجمع، وهي ورشة تأهيل الرحلات. تقوم هذه الورشة بإسلام الرحلات المستهلكة من المدارس بكتاب رسمي معنون إلى اللجنة التابعة للتجمع، ويتم إعادة تأهيل الرحلات من صبغ وأعمال أخرى، ثم تسلم هذه الرحلات إلى إدارات المدرسة. وتم إلى الآن خلال هاي بداية الدوام العام الدراسي الجديد تم تأهيل ما يقارب 140 رحلة وتسليمها إلى المدارس، وتم عرض هذا العمل على الأعضاء. كذلك قام التجمع بنشاط رابع، وهو خلال فترة العطلة الصيفية هناك لجنة ثقافية تابعة للتجمع قامت بإنشاء دورات تثقيفية، وكانت هذه الدورات تتضمن أنه دورات في التنمية البشرية، وكان موضوع الدورة القيادة ودورها في بناء الذات، وأقيمت في جامع الإمام زين العابدين سلام الله عليه. وكذلك دورات في دروس في العقائد قام بها الأستاذ ناجي صحن، العفو علي حسين، وكذلك هناك دورات في الفقه قام بها الأستاذ ناجي صحن، وهناك دورات
للطلبة الأكاديميين دورة في الرياضيات قام بها الأستاذ محسن فالح. وكذلك من ضمن النشاطات اللي تم عرضها هذه الليلة للأعضاء هو المصاريف أو المبالغ التي تم صرفها للعوائل المتعففة والفقيرة، تم عرض هذه المصاريف. وآخر شيء كذلك تم عرض أنه هناك لجنة تابعة للتجمع، لجنة الشعائر الحسينية، وهذه اللجنة تقوم بتوزيع وجبة إفطار صباحي في كل مناسبات وفيات الأئمة سلام الله عليهم، تم عرضها للأخوة. وأخيرا تم الإعلان عن دورة ستقام إن شاء الله في الوقت القريب، وسيتم دعوة المؤسسات والهيئات، وهذه الدورة تخص في تحت عنوان العمل الجماعي ودوره في بناء المجتمع. بالنسبة للتجمع التضامن الولائي المبارك، واحد من التجمعات اللي يسعي الأعمال خيرية، أعمال ترميم المدارس، ترميم يعني الجوانب الخدمية بالمجتمع، اللي هاي أصلا من واجبات الدولة، المفروض الدولة تشتغل بيها، بس كون أن الدولة ما متفرغة لهذه الشغلات وملتهية بشغلات يعني غيرها، فصار شو اسمه الالتفات للجمعيات الخيرية، التجمعات، فانجزت هواي من الأعمال اللي شو اسمه أكيد سدت حوائج كبيرة للناس. حقا أنه عمل مبارك، يعني صراحة انبهرت بهذا العمل الطيب من ثلة من المؤمنين الشباب الواعي في إعادة ترميم وتأهيل بعض المدارس، وكذلك دور المتعففين، انه حقا عمل مبهر، ونشيد به ونتمنى انه الله يمده ويتطور نحو الاكثر والاحسن، وندعو الشباب كافه الشباب ان يحذوا حذو هذه التله المؤمنه من الشباب الواعي المثقف. حقيقه تجمع التضامن الولائي هذا اول لقاء لنا يعني بالاخوه، لكن انا سابقا كنت متابع صفحتهم على الفيس من خلال احد اعضاء التجمع استاذ احمد معلم، يعني كنا مراقبة يعني في أحد المراقبات بالمدارس، وعرفني على التجمع، قال تابع هذا العمل بالفيس، فكنت أتابع أعمالهم على الفيس، أعمالكم جزاكم الله خير، فشفت أعمال متنوعة، ومو بس أعمال خدمية، أعمال ثقافية بها كما الدورات التي عرضت الآن، أعمال دينية وإحياء الشعائر. فاللي يميز هذا العمل الجماعي حقيقة عن بقية الأعمال أنه عمل متنوع ما بين الخدمة الإنسانية، إعانة العوائل الفقراء بمبالغ مالية، ببناء دور، بتأهيل بعض الدور وترميمها، تأهيل بعض المدارس، هاي أعمال يعني خدمة عظيمة على الإمكانيات البسيطة المتوفرة لديهم، قدموا ما قدموا، إضافة للعمل الثقافي من دورات مجانية في الوقت الذي هذا هم المفروض نشير لها، والمفروض الكل ينتبه لها القضية، في الوقت الذي تقام فيه الدروس الخصوصية من قبل بعض الناس المهتمة بالمادة حقيقة، هناك أساتذة نذروا أنفسهم لخدمة أبنائهم وإخوانهم الطلبة لإقامة دروس خصوصية مجانية مع عزازهم، وأنا أؤكد لأن هذه القضية نمارسها في المشروع الثقافي، خادمكم هم مدرس لغة عربية وفتحنا دورات المشروع الثقافي مع الإعزاز، مع إعزاز بعض الأساتذة المادي، ولكنهم ينتخون لأبنائهم وإخوانهم ويقيمون دورات مجانية، وهذا أن دل على شيء، إنما يدل على أنه الإنسان يبحث عن آخرته لا فقط عن دنياه، فالحمد لله والشكر أنه هذا العمل إن شاء الله يصب في رضا الله ورضا رسوله ورضا صاحب الزمان عجل الله فرجه.